اليوم 17 مارس 2011 دخلنا في إضراب عام في شركة ICU Security اللي هي شركة نتاع حراسة. أسباب هالإضراب قائمة على عدم تمتعنا بمستحقاتنا الكاملة خاصة في مستوى الأجور، وأيضا نظرا لأن الشركة نتاعنا تاخو علينا في 3 مواء ما نتمتعوا بحتى أدنى حق من هالأجر اللي ياخذوا فيه. وأيضا قمنا خلال فترة الثورة معناها بأعمال إضافية، فما شكون خدم منا 48 ساعة 36 ساعة، فما شكون 3 و4 أيام ما روحش لدارو، وشركة نتاعنا ما عادت لنا حتى نهار، معناها خدمنا على رحمة الوالدين. هذه أهم الأسباب، ونظرا لوجود بعض التجاوزات من الإدارة نتاعنا في حقنا وفي حق خاصة الفتيات اللي يخدموا معنا في شركة الانتركون أو الاي سي سيكوريتي.